يعني ما نقولوش بانه احنا درنا وعملنا، نعم عملته ولكن ما كافيش بالنسبه لي انا في مواجهه التحديات اللي كتواجه الاطفال ديالنا والصعوبات اللي كتواجه الاباء ديالهم يوميا. راه هناك معاناه كثيره، ناهيك على وضعيه الاطفال المعاقين، ناهيك على وضعيات كثيره فين ما مشيتي اليوم. انا كنمشي للمؤسسات وكنزور بالطلبه ديال المؤسسات يعني في اطار التدريب يوميا وكنشوفهم. المعاناه ديال العامل انك نستنطي لهم يعني كثيره جدا، وكنشوفوا اشياء بعيننا. يعني لا يكفي ان نجيو هنا ونتحدثوا نقولوا بان راه ليست هناك معاناه وان راه المغرب بخير وحنا غادي نعم نتقدم ولكن بخطى بطيئه جدا. هذا هو الواقع. راه ملي كنقولوا العنف ضد الاطفال ارتفع، بان عدد الزيجات القاصرات كيرتفع، بان هذه كلها معطيات يعني كتجعلنا باننا يجب ان نتساءل عن السياسه العموميه في مجال الطفوله، هل تصل الى مبتغاها ام لا؟ هذا من جهه. طبعا انا اتفق مع الضيوف الكرام وفيما يتعلق بان هناك مساله قيميه في المجتمع. نتحدث عن القيم. نعم سيدي، قبل ما نفصلوا فيها السيد يجاوبنا على هذا البون ما بين يعني السياسات والاستراتيجيات والواقع. نعم اول قبل ذلك اريد فقط ان يعني ان 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 اشير الى السؤال الذي تكلمت تطرق الى يعني المجتمع المغربي والتغير في القيم، وهذه في الحق لانه من المسائل المهمه بالاخص في هذه المناسبه هذه، لانه يصعب نوعا ما التعميم. هناك تحول، هناك تغير نمط العيش، نمط الاقتصادي، هناك توسع في المدن. المجتمع المغربي هو مجموعه من المناطق، مجموعه من الشرائح، مجموعه من من من, من هو كتله يعني يسودها الاساسي فيه هو التضامن، هو التآزر، هو التعايش. وبدينا تنشوفوا تحولات مع نمط الاستهلاك ومع ومع وهذا هناك يعني هذا التطور ينبغي مواكبته، لان في البدايه تكلمنا عن ان هناك قيم ينبغي ان نحرص عليها وان نعمل من، لان هذيك القيم راه ما تبقاش عندنا غير هكاك، راه هناك مجهود للحفاظ على هذه القيم ولاشعاعها ولاعطائها المكان اللائق. كما كاين هناك تقاليد مضره، هناك تقاليد اللي ينبغي لنا ان نحافظ عليها وان ندافع عليها. بطبيعه الحال امام يعني تزايد المشاكل، امام تزايد المشاكل الاجتماعيه المرتبطه بعده عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية، يعني البرامج يعني يكون لها تأثير، ولكن التزايد الحالات يعني يحجب عنا هذا، يعني يحجب عنا. يعني تصور معي يعني لا قدر الله لو لم تكن لنا المبادرة الوطنية ولو لم يكن لنا مدارس يعني دعم التم دروس ودور الطالب ودور الطالبة في العالم القروي لكان الواقع ربما أفضل وكذا وكذا وكذا، كيف سيكون يعني هنا فين تيمكننا. بطبيعة الحال الدراسات المضبوطة لتقييم الأثر يعني ما عندناش حاليا، ما كانتش عندنا لو تو زيرو باش يمكننا نبينوا الأثر بشكل علمي نتاع هذه البرامج من الانطلاقة نتاعها إلى غاية اليوم. لكن ما ينبغي أن نؤكد عليه هو أن الحاجيات في مجال حماية الطفولة هي حاجيات متزايدة، ولا نقول بان يعني بان كل شيء راه بخير وعلى خير، والا لما جاء مشروع السياسه العموميه المندمجه لحمايه الطفول. لان المغرب حقق تطور مهم وراكم تجربه في مجموعه نتاع المجالات المتعلقه بالحق الطفل في الصحه، بالحق الطفل في التربيه، النمو، الحق للحمايه. هناك نقص وهناك ضروره يعني اعطاء الاولويه في هذه المرحله. من نجا مشروع السياسه العموميه المندمجه لحمايه الطفوله، واللي التشخيص اللي تدار بالمناسبه واللي هو ثمره ومنتوج نتاع مجموعه نتاع المتدخلين في هذا المجال من قطاعات حكوميه على المستوى المركزي المستوى المحلي، الجمعيات ايضا ساهمت في هذه الاستشاره، الخبراء ايضا والفاعلين كانوا حاضرين والاطفال انفسهم، وكان تنظيم المناظره الوطنيه الاولى حول هذا المشروع، وتم عقد 3 اجتماعات للجنة الوزارية التي ترأسها السيد رئيس الحكومة، والاجتماع الأخير تم تبني هذا المشروع في 3 يونيو اللي جاء يعني ثمرة ونتاج لواحد المجهود الجماعي، وقف على المشاكل اللي عندنا في الحماية على مستوى التشخيص. وفعلا المغرب جريء في هذا الجانب لأنه تيوقف على مواطن النقص،
ويسمي الأشياء بأسمائها، وأيضا حددنا المداخل الأساسية للنهوض بالحماية الطفولة، واللي أساسا يمكن إجمالها تحسين وتعزيز تطبيق القوانين في هذا المجال هذا، وأيضا كان الجانب نتاع الممارسات ومعايير الممارسات والعاملين مع الأطفال، لأن كما قلنا قبيلة في الحديث تاعنا الطفل محتاج للمربي، محتاج للمدرس، محتاج للطبيب، محتاج للشرطي، وبالتالي هناك العديد من المتدخلين والعديد من التخصصات، أطباء نفسيين في المجال تاع إعادة الإدماج تاع الأطفال، مربيين متخصصين في مجال الطب الشرعي، في المجال القانوني، هناك تخصصات متعددة، وبالتالي هناك هناك حاجة إلى موارد بشرية مؤهلة ومتخصصة. كان هناك تكوينات، كان هناك تراكم، ولكن هناك أيضا حاجة لدعم أولا المراكز الخاصة بالتكوين الموجودة في عند مجموعة تاع القطاعات الحكومية، وثانيا موارد بشرية متخصصة، ووضع إطار أو إطار قانوني للعاملين الاجتماعيين اللي تيشتغلوا مع الأطفال، اللي مهم جدا هو على مستوى المؤسسات باش نجيو للخدمات. لا لأن هذه غتجرنا للمحور الآخر ديال الحلول والاستراتيجية، ولكن قبل ذلك نخلي غير السي كيدا يكمل في ذاك الجانب اللي كان عليه النقاش على الجانب التحول القيمي باش نفسروا به باش ندوزوا للمحور ديال الحلول اللي ربما كيتسناونا حتى المشاهدين. كنت في التحول القيمي غنخيب ضنديك السي جماعة يقول الحسن، هو مسألة ديال أنه ما كاينش قيم عاوتاني نفس العملية نقولوا بأننا احنا فعلا أننا كنعيشوا على نفس القيم. نكون واضحين، المغرب نحن في مجتمع مغربي فيه صراع قيمي الآن واضح، لأن الأحداث الآن اللي كنعرفوها فيما يعترف بالفيلم اللي وقع ولا المشهد ديال التعري ولا كذا، كاين صراع قيمي وتجاذب قيمي واضح في المجتمع المغربي. ما نقولوش الآن بأن احنا الحمد لله عندنا قيمنا بخير وما خصنا حتى شي حاجة وما عندناش مشكل قيمي، هناك مشكل قيمي في المجتمع المغربي، هناك أسر تربي أطفالها على قيم غير أسر أخرى التي تربي أطفالها على قيم مناقضة تماما، أو هناك اتفاق حتى الحد ذاك الحد الأدنى اللي كان كيجمع الأسر على الأقل في مجموعة قيم لم يعود، ذاك النظر اللي على الأقل لأن احنا شنو كيتطرف في هذه الحالة وفي الحالة الأخرى، وأعتقد بأن هذا إشكال قيمي حقيقي يعيشه المجتمع المغربي. ما عندناش اليوم تعاقد اجتماعي واضح في مجموعة من القضايا من نهار الطفل، كيفاش غنربوا أطفالنا على أي طريقة أو على أي مذهب أو على أي أسلوب. احنا ما عندناش ربما الآن قناعة بأنه هناك أسلوب مغربي في التربية أو هناك قيم وطنية نجتمع حولها كأسر كمؤسسات كأفراد، يمكن كاينة في المدرسة نسبيا وحتى المدرسة لأنه على كل حال تتأثر بسلوكات أفراد في المدرسة في العمومية المدرسة الخاصة العتات. أعتقد بأن هناك هذا التحول اللي كان عند المرحلة الانتقال التي طالت في المغرب هي مرحلة تجذبنا أحيانا في اتجاهات متعددة، ولا يمكن أن نقول ولا نجزم اليوم، والباحثين أكدوا هذا في مناسبات عدة بأنه اليوم احنا غادي في اتجاه محدد، راه كنتقدموا خطوة هنا وكنتراجعوا خطوتين هنا، بمعنى أن هناك إشكال قيمي داخل المجتمع المغربي يظهر من خلال مجموعة من التصرفات ومن السلوكات، لأن احنا عندنا ما هو أحيانا قيم محافظة لأن احنا مازال مجتمع محافظ في جزء كبير منه، وعندنا قيم حداثية نعيشها ونتطلع إلى قيم ما بعد حداثية، بمعنى أن هناك يعني تطلع إلى قيم اليوم سائدة في المحيط العالم في الغرب عموما، وهذا إشكال. يعني اليوم هذا التجاذب القيمي اعتقد جعلنا اشكال هويه. شتي اليوم اللي كيمشي للفرد الشاب ديالنا او الشباب المغربي او الشباب بصفه عالميه اللي كيمشي لواحد الموقع مثلا الى داعش ويبحث عن هويه مفقوده. لعل الاشكال اليوم الذي يعيشه الشباب ويعيشه الطفل المغربي والمراهق المغربي هو اشكال هوياتي بالاساس. بمعنى انه بالفعل ان هذا الاشكال الهويه كيبرز لنا بالخصوص من ماذا اساسا؟ كيبرز لنا بانه يبحث عن شيء، يبحث عن من هو اساسا، شكون هذا الشاب؟ واش هو مسلم وكذا وكذا، ولا هو شخص اخر غير ذلك الشخص الذي في اعتقادي، وبالتالي هنا كيدول التطرف الى العنف، الى احيانا الهجره لبلد اخر، الى البحث عن نفسه ضمن واحد السياقات متعدده. واعتقد بان هذا الاشكال في ابحاث في دراسات يمكن الرجوع اليها. نعم
سيدي بن جلول قلت لي الفكره شي تاع الفكره هذا نقاش كبير ماشي القيم خصنا ما يكونش واحد الخلط ما بين القيم اللي كندويو عليها بالنسبه للاطفال وهذه القيم اللي جبتي بالنسبه اللي واقع دابا في المجتمع واللي نقدروا نذكروا عليه ولكن اللي ماشي هو الموضوع ديالنا. القيم الاطفال اللي كندويو عليها هي الاباء والامهات اللي كيتحاوروا مع الاطفال ديالهم اللي كيعطيوهم مجال اللعب اللي ما كيضربوهمش اللي كيفسروا لهم شنو هو القانون وشنو الحق ديالهم وعلاش ما تخص حتى شي واحد يتحرش بهم جنسيا. كندويو على التحرش الجنسي كلشي المعطيات بينات بان 80% ديال التحرش الجنسي كيكون داخل العائله ولا ما بين شي اقارب اقارب مقربين. هذه قيم مهمه قيم ديال الدراسه يعني الدراسة قبل 6 سنين ماشي حتى 6 سنين عادي يمشي للمدرسة 6 سنين وهو كيدور عنده واحد الحرية تامة ما عندوش نهائيا أي نوع من التأقلم مع الدراسة. بالطبع كيكون فشل دراسي ملي كيدخل حتى 6 سنين التحضيري. أهمية الدراسة قبل التحضيري واش كلنا كآباء اليوم وكمتفقين بان ما كاينش كاين اللي كيجر لك قيم الغش كيقول لك لا سيدي انا بغيت الطفل ديالي غش كاين اللي كيمول انا كنظن بان المجتمع ديالنا شويه كيدير بحال شي حوايج ما كايناش في هذا المجتمع وكيرجع للتحفظ وكيرجعنا للور بالنسبه للقانون وبالنسبه للحقوق ديال الانسان والحقوق ديال المراه بالضبط. انا كاين صراع وحنا كنتراجعوا للور بالنسبه لحقوق المراه كيستعملوا شويه هذا الشيء باش يرجعوا حقوق المرأة اللور. دونك هذا نقاش آخر كنظن. اللي أكيد هو أن المجتمع ديالنا كيعيش واحد الأزمة اقتصادية واجتماعية ربما غادي تقولوا بلا ماشي عاد اليوم يعني كاين المشاكل الاقتصادية واجتماعية ولكن اللي معروف هو أن المشاكل الاجتماعية واقتصادية كتدير واحد التوتر. هذا التوتر كان من قبل يعني المجتمع ديالنا كان عنده واحد القيم ديال التسامح ديال التعاون ديال التضامن. هذه القيم كانت هي اللي كتفك هذه المشاكل اللي كتوقع يعني في المجتمع ولكن حاليا وقع واحد التصدع وكاين بعض المفكرين تيقولوا بلا السبب الرئيسي هو الثوره التكنولوجيه والرقميه اللي جعلت ان واحد النوع واحد العدد كبير ديال القيم غريبه على المجتمع ديالنا ولات كتدخل من بيناتها مثلا ولا عندنا مجتمع استهلاكي والبضائع بكثره يعني واحد الاشهارات كثيره كذلك ولا واحد الهوس بالاستهلاك كذلك كاين فقه الارهاب اللي ولا في الانترنت ولا من خلال الفضائيات. هذا الفقه الانترنت اللي يعني كاين فقهاء اللي هما متطرفين واللي كيدعيوا للتكفير يعني الجز الرؤوس وكيدعيوا كذلك القتل علانية والاطفال ديالنا كيشوفوا هاد يعني الفيديوهات تيشوفوا هاد شو كيأثر عليهم في التصرف ديالهم. هنا هاد الثوره ادت انه ولا عندنا شخص انسان اكثر انانيه اكثر هوسا بالاستهلاك واقل تسامحا وتضامنا اكثر عنفا كذلك وتقبل ثقافه ديال العنف لان ثقافه ديال العنف كذلك ولات كتجي بواحد العباءه دينيه. اذا كتولي من السهل انها تدوز للطفل. كذلك كاين الافلام الاباحيه هاد الافلام اللي ولات في المتناول كذلك ديال الطفوله كتدخل لنا واحد يعني عنف في المجتمع ديالنا وكتشوه العلاقه بين المراه والرجل. انا في نظري ان الحل خص المدرسه المغربيه تولي تسترجع زي ما دزنا المرحله ديال الحلول وربما لتجاوز هاد الخلل ولا هاد الاختلالات اللي تكلمنا عليها. غنرجع لك السي عدنان خلينا نسمعوا اولا السي معتوق يعني فيما يراه ربما من وجهه نظرك يعني قامين بتجاوز هذه الاختلالات وهذه المظاهر اللي تكلمنا عليها قانونيا مثلا. لا هو كاين جوج ديال تفديك السلوكيات اللي تكلمتي عليها لا حيت انا بالنسبه لي تنشوف السلوكي والتربوي اكثر وهذا كيكب في القسم اللي تكلمنا عليه والموضوع اللي تكلمنا ديال القيم. اليوم عندنا جوج ديال المحطات اساسيه بالنسبه للطفل عنده المنزل والمدرسه. قول لي في المنزل شحال هما هاد الاطفال اللي كيتعلموا القيم لا الدينيه ولا الثقافيه ولا الحضاريه ولا العلميه ولا السلوكيه ولا الاجتماعيه في قلب الدار ديالو وكيستمر باه امه الوقت باش يعلموا هادشي كله في الوقت اللي الاب تابعوا الخدمه على برا
والام تابعة الخدمة على برا، ماشي ضد ان يكون الشغل على برا، ولكن ملي كيدخل كل شيء من هامك شحال عندنا هذا الوقت باش نعطيو لوليداتنا ونربيهم على هذه القيم ونغيروا السلوك ديالهم. وملي تيخرج من عندي انا وكيمشي للمدرسة اللي المفروض تكمل، حتى لو كنت انا مخل المدرسة المفروض تكمل الدور اللي ما قايمش به انا، لان انا يمكن ما قريتش، يمكن ما عنديش داك التربيه المثله اللي ممكن نعطيها لولدي، لان الاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل من ضمن الانتقادات اللي تيوجهوا لها هو تيقول الحق للطفل في التربيه، تيقول لك هذاك اللي غيربي الا ما مربيش كي غنديروا نوفروا له هذا الحق هذا. اذن انا مخل، انا غالط، انا ما عنديش التربيه اللي نعطيها لولدي، ولكن يخرج من عندي يمشي للمدرسه على الاقل هذيك المدرسه تدارك داك 30 او 40% باش تكملني انا. اما يعني المثل المثالي هو انني انا نقوم بالدور ديالي ونمشي للمدرسه والمدرسه تقوم بالدور ديالها، باش نتكلموا على الغش، باش نتكلموا على العنف، باش نتكلموا على الكذب، باش نتكلموا على النفاق، باش هادو كلهم اللي الطفل تيتعلم هذا الشيء كله في الصغر ديالو ما تيمكنلوش يسمح لنفسه لا هو يتعدى ولا يتعدى عليه شي حد. اذن تتكون عنده واحد الخطوط حمراء بمجرد ما تسقيسها، واحد الحصانه، حصانه كتكون عنده خط غير تتعداها وهو كيسمعوا كاين خرق، كاين شي حاجه في السلوك ديال هذا الشخص ماشي منطبقه مع القيم والتربيه ديالي. اذن ولا ما كانش عارف هذا الشيء هذا تيكون ضحيه العنف وما عارفش، بحال اللي قال الدكتوره بن جلون قبيله، تيخصنا نوصلوا حتى اشكال العنف اللي كاينه. اذا ملي كنكون عاطيه هذيك الحصانه وديك الخطوط الحمراء اللي دايره به، بمجرد ما شي واحد تيتعدى داك الخط وهو تيتكلم وتيقول هذا دار لي وهذا فعل لي وكيرفض هذاك السلوك، وتيخصنا كلنا تنوقفوا بجنبه. اذا ملي يكونوا الناس الاجهزه كلهم واعيين بالاهميه ديال الطفل، ان الاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل جابت واحد العباره مهمه جدا، يقول لي هذه العباره فين هي؟ واش كاينه في الاستراتيجيات ديالنا الحكوميه العموميه؟ واش كاينه في الاستراتيجيه الاسريه؟ اشنو هي العباره اللي جاب؟ هي المصلحه المثلى او المصلحه العليا للطفل. وريني المصلحه، ملي كنقولوا العليا ليس اعلى من مصلحه اخرى الا مصلحه الطفل. اليوم كنغنيوا هذه الاغنيه في مدونه الاسره وتطبيق مدونه الاسره، ولكن للاسف قلت لك النصوص جميله جدا، ولكن بين الواقع والنصوص تفعيل هذه النصوص هنا فين كاين الثغره، وهنا اللي تيخصنا نشتغلوا ومنين نوصلوا للحلول ولا الاقتراحات. غتقول لي السي جماعه. نعم سي عدناني. نعم هو دخلنا للمحور الحلول والاقتراحات. نعم نعم، لكن قبل ذلك ينبغي ان اؤكد على مساله مهمه تتعلق يعني يعني بالمنظومه القيميه، لان التشكيك في القيم هي حاليا ظاهره عالميه، وهناك يعني واحد التوجه يعني في المجتمعات وفي الآراء وفي الأفكار بأن هناك 100% مجتمع قيمي أو 100% مجتمع غير قيمي، لكن العكس من ذلك، هناك مستويات، هناك مستويات داخل المجتمعات، وهناك تطورات إما نحو الأحسن وإما العكس من ذلك. الذي ينبغي أن نؤكد عليه في المسألة المتعلقة بالطفل هو أن الطفل له حاجيات، سواء بالنسبة للأسرة أو بالنسبة للرعاية البديلة إذا لم تكن هناك أسرة، فيما يخص يعني الدور نتاع المصالح العمومية. الطفل له حاجيات على مستوى الصحة، على مستوى النمو، على مستوى التربية، على مستوى التكوين، ولكن له أيضا حاجيات على مستوى تكوين الشخصية وعلى مستوى حق الطفل في الاستماع إليه، في مشاركة الطفل، واللي مهم حاليا اللي مطروح دابا عندنا يعني اللي تيشكلنا اشكال حقيقي واللي تنبغي انكباب عليه هو مرحله ما بعد 18 سنه، لانها مرحله حرجه جدا. هناك مشروع حياه للطفل يبدا في الاسره منذ صغر الطفل، في المدرسه، في التكوين، في التكوين المهني، لكن ادماج الطفل في المجتمع بشكل سلس في مرحله بعد 18 سنه تبين بان هناك حاجه كبيره للدعم والمواكبه في هذا المجال، لا على مستوى الاسر ولكن ولا على مستوى الرعايه البديله ايضا في حال ان لم تكن هناك الاسره.
الذي ينبغي أن نؤكد عليه على مستوى الحلول وعلى مستوى المشاريع والبرامج الذي أريد أن أؤكد عليه هو أن مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا وتمت يعني تم اعتماده هو مشروع يعني لا يأتي لوضع برامج جديدة، هو مشروع يأتي أساسا كما تمت الإشارة إلى ذلك لعقلنة وترشيد الإمكانيات والبرامج الموجودة من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية. أولا على مستوى تفعيل القوانين تم تحديد أولويات، ثانيا على مستوى إدراج بعد الطفولة في البرامج الموجودة واستهداف أكثر للطفل في البرامج الاجتماعية الموجودة، ولكن أيضا في البرامج القطاعية وفي الميزانية المخصصة لهذه البرامج، وهذا سيكون له تأثير قوي جدا يعني في التدخلات القطاعية على مستوى البرامج المتوفرة وأيضا على مستوى الخدمات. اللي مهم على مستوى خدمات القرب هو أننا نتوفر على مصالح يعني في جميع يعني المناطق، هناك من التدخل الطبي، التدخل القانوني، التدخل الاجتماعي، إعادة الإدماج نتاع الطفل، ولكن منظومة متكاملة لهذه المصالح ولهذه الخدمات هو ما تأتي به هذه السياسة العمومية، وضع سلة للخدمات الخاصة بكل مرحلة من المراحل على حدة، سلة دنيا للخدمات أيضا، هذا هو الجانب الذي اشتغلت عليه هذه السياسة العمومية. المؤسسات الموجودة التي تشتغل مع الأطفال أيضا هناك تصنيف حسب اختصاصات هذه المؤسسات، مؤسسات الاستقبال الاستعجالي، مؤسسات استقبال ليلي نهاري، الموارد البشرية العاملة مع الأطفال، هناك يعني تصنيف دقيق لهذه الموارد يعني المتوفرة والتي ينبغي يعني الاستثمار في التكوين، لأن العنصر البشري في مجال معالجة القضية المتعلقة بالطفل له أهمية وأهمية. شي أجندة زمنية لتفعيل هذه الاستراتيجية؟ نعم. أولا هناك أولويات، السياسة العمومية تم حاليا اعتمادها في اللجنة الوزارية في ثلاثة نوفمبر الآن، 3 يونيو قبل أسبوع، 3 يونيو حاليا نحن نشتغل على يعني وضع برنامج عمل لتفعيل هذه السياسة العمومية مع كافة القطاعات الحكومية المعنية. اللي مهم هو أن وزارة التضامن لها هذا الدور الأساسي في التنسيق نتاع البرامج الوطنية في بلورة السياسات العمومية في التتبع والتقييم نتاعها، ولكن هناك مشهد مؤسساتي حاليا مع السياسة العمومية واضح يحدد أدوار جميع المتدخلين وجميع القطاعات المعنية، وهناك أولويات يعني اللي هناك أشياء سيتم الاشتغال عليها. ولا زمنية ما لا هناك لا هناك أولويات، هناك أمور بدأ الاشتغال فيها وهناك يعني لا يمكن أن نؤجلها، وهناك يعني برنامج عمل بآجال محددة يتم العمل عليه. سيدة بن جلون، في المقترحات ربما اللي كتبان لك لتجاوز الاختلالات اللي تكلمنا عليها، وهذه آخر مداخلة لكل واحد منكم. قبل ما ندوز للاقتراحات بغيت نزيد واحد التدقيق للأستاذ من الحكومة، إلا كان الانتباه الحكومة للمراهقين اليوم كل شيء بين بأن المراهقة سليمة، تخصنا نتكلفوا بالأمهات ملي يكونوا حاملين والعلاقات الأولية مع الرضيع، يعني بزاف الحوايج كتوقع في هذا الوقت اللي هي مهمة بزاف واللي كتجعل المراهقين من بعد كيكونوا سليمين. بالنسبة للاقتراحات أنا بما أن المسؤولية جماعية عائلية مجتمع مدني المسؤولين كذلك تربوية كيف ما قال السي جلال معتوق، فأنا اللي كيبان لي مهم هو التربية مهمة بزاف، التربية على مقاربة الحقوق ومقاربة القوانين، التعريف بالحقوق وكيفية اللجوء إلى القانون، تحسيس ومتابعة الآباء على الدور ديالهم كآباء وأمهات، كل مواطن تخصو يتحمل مسؤوليته بالنسبه للتصرفات اللي كيدير ولا اللي كيشوف واللي ما كيتكلمش عليها.
مراجعة بعض النصوص، حيت النصوص كاينة ولكن كاين واحد ما وصلناش الوقت باش ندويو عليها شي حوايج اللي خصها تراجع، وتطبيق عقوبات مثالية، حيت كاين النصوص ولكن العقوبات ما كتطبقش ولا كتكون خفيفة بزاف ضد المتعدي. تعميم وحدة حماية الطفولة، وأنا مسرورة اللي سمعت بأنها غادي تعمم. كيفية لجوء للقانون من طرف الأحداث، خصهم يعرفوا كيفاش يكون النمرة ديال التليفون نيميرو فيغ. تكوين الفاعلين الجمعويين والمربيين وكل شيء، القطاعات اللي كتكون كتعالج هاد الأطفال. تكوين الشرطة لمقاربة هاد الحالات والاستماع للأحداث. سيدة مرجاني، بالنسبة لي وضع سياسة وطنية مندمجة مهمة بزاف لحماية الطفولة، ولكن بدون تمكينها من موارد بشرية ومالية واضحة ولازمة ومن آليات ديال التتبع والتقييم، كيخلي هذه السياسة الوطنية كذلك غير أوراق بحال التشريعات. يعني عندنا واحد الترسانة قانونية مهمة، ولكن على مستوى التطبيق تبقى هناك نقص ونقص كبير. كذلك خص التوضيح ديال الأدوار والمسؤوليات ديال جميع القطاعات وجميع الوزارات، علاش باش الربط ديال المسؤولية بالمحاسبة. كذلك خص إشراك ومشاركة فعالة ديال المنتخبين والمجتمع المدني، والطفولة ما نساوهاش، لأن الطفولة على حسب الاتفاقية ديال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، يعني خص ضروري الإشراك ديال الطفولة. وحنا هذا واحد يعني بند اللي كان شوية كان أهملوه. خص كذلك خلق واحد الآلية ديال التنسيق بين جميع المتدخلين، باش يكون واحد العمل منسجم، وباش ما يتمش يعني باش ما تضيعش الجهود المبذوله، ووضع اليات وصيغ المراقبه والاشراف ديال مراكز حمايه الطفوله. خص ضروري المراقبه ديالها، خصوصا من بعد التقرير اللي خرج به المجلس الوطني حقوق الانسان. خص كذلك واحد النقطه مهمه، هي وضع واعمال اليه وطنيه مستقله للتظلم لفائده الاطفال، باش يمكن لهاد الاطفال بدون تمييز انهم يلتجؤوا لها بالشكايات ديالهم والتظلمات ديالهم من اجل الحمايه ديالهم وتحقيق مصالحهم الفضله. نعم سي كيدي. انا فقط يعني فيما يتعلق بالحلول، انا عندي مجموعه ديال الاقتراحات. الاقتراح الاول هو يتعلق بان لا تسامح عندما يتعلق الامر بالطفل، يعني طولغون زيرو، والا ما يمكنش نتقدموا للامام. لان باش نقولوا هذه الحالات وما قدرناش، هذه مساله الدول التي تقدمت هي كانت رفعت هذا الشعار، لا تسامح عندما يتعلق الامر بالطفل. مسؤوليه الدوله هي مسؤوليه ثابته، لأن فيما يتعلق بالاتفاقية وإعمال الاتفاقية في جميع بنودها فيها مسؤولية ديال الدولة. ما يمكنش نقولوا بأن الدولة غير مسؤولة، يعني مسؤولية الدولة في كل ما يتعلق بجميع أصناف سوء المعاملة أو الاستغلال ديال الطفولة أو عدم الحماية ديالهم، هنا مسؤولية ثابتة. ماذا تقوم قامت الدولة؟ ونعتقد بأن الاستراتيجية المندمجة لحماية الطفولة حتى الآن ما كافياش، لأن ما فيهاش انخراط ديال جميع القطاعات، ماشي جميع الوزراء كيحضروا اجتماع الآخر ما يحضروش جميع الوزراء، بمعنى أن مازال الناس اللي كيعتبروا بأن أمر الطفل أمر ثانوي، وما مشيش ضروري يحضر اجتماع، وهذه مسألة خطيرة جدا باش يكون في مستوى وزاري وتصيف مثلا مسؤول من قبيل رئيس قسم ولا رئيس مصلحة أو شيء من قبيل، بمعنى استهانة بوضع الطفولة في البلد، وهذه مسألة اللي هي غير مقبولة. أيضا يجب اعتقد التفكير، وانا كنشاطر الكلام اللي قالوا سيدنا ناني، وما يتعلق بتوفير الاطر. احنا ما عندناش اطر في الطفوله في المغرب، شكون واضح، لان التفكير في توفير الاطر العنايه باوضاع الطفوله في جميع اوضاعها، في جميع المؤسسات، سواء كانت في الشارع او في مؤسسات لحمايه الطفوله الى غير ذلك، احنا ما عندناش الاطر. هناك مؤسسات اليوم في الرباط في العاصمه، عدد كبير من المؤسسات فتحت في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، لا تتوفر على الاطر الكافيه لا من حيث النوع ولا من حيث الكيف ولا من حيث الكم. كتصيب عندهم جوج ديال باجور زهيده احيانا. كيفاش غنعالجوا اوضاع الطفوله بهذه الوضعيه وفي الرباط العاصمه باب الوكا في مؤسسات بعيده ومناطق نائيه، وكانت حتى على السياسه في اطار وضع الطفوله. انا نبغي وهذا من هذا المنبر انا نقولوا للقطاع المكلف بالطفوله او القطاعات، لان قطاعات في الحقيقه مكلف بالطفوله، تزور هذه المؤسسات وتشوف الوضع يعني الذي يعيشه لا الأطفال ولا الأطر التي تعمل في هذه المؤسسة. أيضا لا يمكن أن نحقق أي مستقبل للبلد إلا من نستثمر في أطفال، أطفال المستقبل. كم ترصد اليوم الدولة من إمكانيات مادية للطفولة؟ ببساطة جاوبنا على هذا السؤال، هذا واش الدولة فعلا كترصد الإمكانيات المادية الكفيلة بالنهوض بأوضاع
حقوق طفل في هذا البلد أم لا. ناهيك إضافة لذلك هو إعمال يعني غير باختصار شديد هو المجال الهيئات الحقوقية في مجال الطفولة. أنا أعتقد بأن عمل الهيئات الحقوقية ما زال ينقصه الخبرة اللازمة. ان ربما تكلمنا على التقرير ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان وقلت لهم راه بان التقرير يعني حتى الخبره لانجاز التقرير لم يكن في مستوى انتظاراتنا، وبالتالي كان خصو يعتمد على قواعد هافانا ماشي على الاتفاقيه الدوليه الاتفاقيه الوطنيه لحقوق الطفل، لان هناك خلط حتى بالنسبه للناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال للاسف الشديد. نعم سي متوق. يمكن نتعاملوا شي شويه من الموضوع ديال الطفوله بمهنيه اكثر، نهضر على الاستراتيجيه الوطنيه مهنيه اكثر. كل متدخلين يجب أن يختصوا يكونوا مختصين في التعامل مع الطفل. غادي نرجعوا للطب النفسي سي جماعة، صافي شحال عندنا من طبيب نفسي للأطفال، شحال عندنا دكتورة من المغرب؟ 22. إذا شحال من مدينة في المغرب فيها الأطفال المعنفين كلهم الطبيب اللي غادي يمشي يشوفهم يمكن ما كيعرفش يتعامل مع الطفل. كيتعامل مع راشد بحال اللي كيتعامل مع راشد. إذا هذا في الوقت اللي وصل الأزمة هو. إذن الموارد نقصنا موارد، لنفترض أن عندنا استراتيجية عندنا ترسانة قانونية، نحتاج إلى الموارد، نحتاج إلى الأطر والتكوين والاختصاص اللي خصنا نستثمره في تكوين الأطر المختصين في جميع الميادين اللي غتكون عندهم علاقة بالطفولة خصهم يكونوا حاضرين في الشرطة حتى في القضاء. القضاء عندنا قضاة الأحداث، عندنا محاكم الأحداث أو القاضي الأحداث، ولكن في السلسله كلها ما كاينش واحد الاستمراريه في الاختصاص. حتى كنجيو عند الشرطه ما يمكن ما نلقاش اختصاص، وكيل الملك ما لقاش اختصاص، وملي كنوصل للقاضي الاحداث يمكن نلقى ولكن ماشي في جميع المدن. ثم غادي نرجع للمدرسه ونرجع للدار. الاب والام بارك علينا في المغرب من الاستقاله من تربيه وليداتنا، رحنا مستقلين. ملي كتلقى اليوم مدرسه كدير المدير كيقول لهم عندنا اجتماع ديال اباء الاطفال، اباء تلاميذ واولياء تلاميذ وامهات تلاميذ، ملي كيكونوا 50 و60 اللي خصهم يجيو المفروض يجيو كتلقى كيجيو جوج وثلاثه واربعه ديال الناس. علاش؟ اذن باش ما نبقاش نحمل المسؤوليه للدوله وانا ما ديرش الواجب ديالي، ندير انا الواجب ديالي وديك الساعات نطالب بحقي. الدوله ملي تكون مقصره نطالب بحقي. الحاجه الثالثه اذن المدرسه هي خصو يكون التكوين، وخص وزاره التربيه الوطنيه تشتغل بدقه وبحزم في اختيار المدارس والاطر اللي غادي يكونوا في المدرسه. واخيرا باش نرافق هاد الناس بجوج هما محتاجين للمرافقه خصهم والمصاحبه، خص الاعلام. الاعلام تيخص يكون يعني شبه ازعاج يومي للاطفال وللاباء ولجميع المواطنين المغاربه باش نثيروا الانتباه ديالهم لاهميه ديال الطفل وفي جميع الميادين. لان السؤال اليوم ماشي حيت كنكونوا متشائمين ومقلقين وما عجبناش هادشي اللي واقع في البلاد تقول له واش من بلاد غادي نخلي انا لولادي؟ لا، اش من ولاد نخلي لبلادي؟ نخدم على ولادي اللي غنخلي لبلادي. هذا هو اللي خصنا نبحثوا عليه. مفهوم الفكره سمعت السي عدنان، اللي باقى عندك شي اضافه في ثواني معدودات؟ اللي تنبغي ناكد عليه يعني كخلاصه هو ان الحمايه هي مسؤوليه مشتركه بين الجميع. وان يعني انطلاقا من هذا الوعي جاء مشروع السياسه العموميه المندمجه اللي تركز لاول مره على ثلاث محاور رئيسيه، ماشي غير الطفل، تركز على الطفل، تركز على الاسره، وتركز على الجماعات السكانيه المحليه، وهذا شيء مهم لضمان هذه التعبئه والتدخل تاع جميع القطاعات المعنيه. سنه 2014 تم ترسيم اللجنه الوزاريه الخاصه بالطفل اللي تترأسها السيد رئيس الحكومه، فيها اكثر من 20 قطاع حكومي معني، وكل قطاع له ادوار ووظائف واضحه في هذا المجال. اللجنه عقدت ثلاث اجتماعات يعني من يوليوز 2013 الى غايه الان. الموارد الماليه تحضروا الوزراء كلهم في هذه اللجنه؟ في الاجتماعات تحضروا الساده الوزراء في هذه اللجنه، يكون هناك تفويض حسب يعني الاجنده نتاع الساده الوزراء، هناك اجنده وهناك مهام كما تعرفون، ولكن هناك حضور ويترأس السيد رئيس الحكومه، وكانت هناك يعني اجماع وتوجيهات وامور جد واضحه بان الطفوله تشكل اولويه وعلى جميع القطاعات المعنيه. هناك قطاعات معنيه بدرجه اولى، وهناك
قطاعات لها يعني معنية بدرجة أقل على جميع القطاعات المعنية أن تساهم نظرا لأهمية موضوع الطفولة. شكرا. وأيضا لمهم جدا هو أنها مسؤوليتنا جماعة مشتركة أسر وجماعة. شكرا. سيدة بن جدون سيدة مرجاني والسماء توقع. أشكركم جميعا، أشكر الحضور الكريم معنا، ونشكركم مشاهدي الكرام، وإلى اللقاء في فرصة مقبلة بحول الله.